مرحباً، هذا أنا بلابي، واليوم أنا في حديقة حيوانات فينيكس في فينيكس أريزونا. أهلاً، أظن أنه أنتم وأنا علينا التعلم عن بعض الحيوانات اليوم، هيا بنا. واو، هل ترون هذا؟ هذا هو القرد العواء. أجل، هل ترونه؟ أجل، إنه هناك. هذا هو بيلبو، وسمي على اسم بيلبو باكنز. هذا مضحك، لنقلد القرود معا. واو، هذا هو لولو وحيد القرن، ولولو لديها 21 عاما. أجل لولو، حفلة، ووهو، أجل. طائر الطوقان، هل رأيتم منقاره الكبير؟ إنه يشبه الموزة. هاي، ماذا تفعلون هناك؟ تعالوا إلى هنا لنتفقد حيواناً آخر. واو، انظروا إلى هذا، هل تعرفون ما هو هذا الحيوان؟ أجل، هذا هو النمر. مرحباً أيها القط. واو، تعالوا إلى هنا، انظروا خلفكم. واو، هنا حيث تعيش النمور. مهلاً، انظروا من هناك، يبدو أنهم سيقومون ببعض التمرينات. هل رأيتم ذلك؟ النمر يفعل ما يقال له بالضبط، يبدو أنهم مستمتعون جداً. أوه، كان هذا رائعاً، هل رأيتم ذلك؟ مرحباً، هل تخبرنا لماذا فعلنا ذلك؟ أجل، حسناً، نقوم بتدريب الحيوانات حتى تتاح لهم الفرصة لتسهيل الأمور عليهم وعلى الموظفين أيضاً. نحن لا ندرب الحيوانات للقيام بالحيل، بل نفعل ما يسمى بالسلوكيات. على سبيل المثال، عندما أجعل جاي يضع أنفه على هذا العمود، فإن هذا يسمح لي بنقله إلى أوضاع مختلفة حتى أتمكن من رؤية جسده بالكامل. وجعله يقف ليس شيئاً مثيراً للإعجاب لرؤية حجم النمر، ولكن يمنحني الفرصة لرؤية جانبه السفلي، لأنهم مثلنا تماماً يصابون بالجروح والكدمات، وهذا يساعدني على فحصه لأتأكد من أنه بصحة جيدة. أوه، شكراً جزيلاً لأنك أريتني ما أريتني إياه. على الراحة. حسناً، إلى اللقاء. شكراً. لنذهب ونرى أشياء أخرى. واو، هل رأيتم ذلك الحيوان؟ إنه قط آخر، هذا هو الياغوار. واو، انظروا، لدي دلون من الجزر وبعض الملاقيط، وأخبرونا أننا سنطعم الحيوان التالي. تعالوا. واو، هاي انظروا، هذه أسلاك، وعليكم أن تكونوا على هذا الجانب، لكننا حصلنا على إذن للدخول لنطعم الحيوانات، هيا بنا. ياي، هذا عائق قصير، مثير للإعجاب.
لم يكن الدخول صعبا أبدا. أوه أرى الحيوان، انظروا. أو لنذهب من خلال الشجرة. واو مهلا، انظروا انظروا إلى الحيوان، جميلة، انظروا. واو، هل تعرفون نوع هذا الحيوان؟ هذه سلحفاة. هيا نطعم السلاحف. أجل، انظروا هذا، هذه جزرة، وأنا أستخدم الملقط لأن السلاحف لديها فك قوي جدا، وقد تقدم إصبعي. ها أنت ذا. واو أوبس، لقد انزلقت. ها أنت ذا. واو حسنا، هل تريدين المزيد؟ أجل، حسنا، ها أنت ذا، ها أنت ذا. واو، هذه سلحفات وزنها حوالي 550 رطلا. واو، هذا ثقيل جدا، مهلا، واحذروا كم عمرها. واو، عمره 66 عاما. واو، إنها سلحفاة عجوز. أوه، مرحبا، مهلا، انظروا، سأداعب رأس هذه السلحفاة. مرحبا، كيف حالك؟ واو واو، انظروا، السلحفاة بعيدة عن الأرض، هل ترون ذلك؟ لأن ذلك يسمح للحشرات والأشياء بالابتعاد عن منطقتها السفلية. واو، لنحضر المزيد من الجزر. واو، مرحبا، كيف حالك؟ هل تمضي يوما جيدا؟ أوه، انظروا، أترون هذه السلحفاة؟ هذه السلحفاة هي سلحفاة غالاباغوس، وهي أنثى. أوه، ها أنت ذا. أوه، وها قد أتى الذكر. أوه، هل ترون حجمه الكبير؟ أنا محاصر. حسنا، سألف من هنا. هل ترون كم هذه صغيرة وهذا كبير؟ واو، هذه أنثى وهذا ذكر. واو، مهلا، هل تحبان بعضكما؟ أجل، أنتما تبدوان كصديقين. واو، أو هل تريد المزيد؟ واو واو، عمل جيد. أو أسقطتها. هاي، اقتربوا أكثر. حسنا، ها نحن ذا. حسنا، افتح فمك، الجزر قادمة. واو، ها أنت ذا، هل هي لذيذة؟ هاي، السلاحف تحب الجزر مثلي أنا، والجزر لذيذ وصحي. ها أنت ذا، لديه فم كبير. واو، انظروا، أنا أحك رقبة هذه السلحفاة، أترون؟ كيف تشعرين؟ هل هو شعور جيد؟ أجل، هل ترون كيف تقف السلحفاة على رجليها عاليا في الهواء؟ إنها تفعل هذا في البرية لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك حشرات تحتها، وهذا يتيح للعصافير والطيور أن تطير تحتها وتأكل كل الحشرات التي تحت السلحفاة. نعم، لكنها الآن تقف على ساقيها لأن هذا يشعرها بالراحة، وكأن والدتك تحك لك ظهرك. أجل، أحب عندما تحك لي أمي ظهري. كيف تشعرين؟ أعجبك؟ أجل، حسنا، حان دوري الآن. حسنا، دوري، أنا مستعد، أنا مستعد. أوه، انظروا إلى هذا، هذا هو حيوان مدرع. حسنا، ها أنت ذا، انطلق. واو، انظروا، المدرع هو أحد السفراء في حديقة الحيوان هذه، هذا يعني أنه حيوان يمكنكم مقابلته وجها لوجه. واو، هاي، ماذا تفعل؟
هل تريد أن تأكل؟ المدرع يحب الديدان، ها أنت ذا؟ مهلا، تعال إلى هنا، ها أنت ذا. انظروا، ألا يبدو هذا المدرع صلبا؟ أجل، إنه صلب نوعا ما، وهو ليس صدفة، وإنما هو عظم داخل جلد حيوان المدرع. واو، حسنا. وهذه الأميرة باتركاب. حسنا، ها أنت ذا، تفضلي أيتها الأميرة باتركاب. واو، انظروا إلى أظافر الأميرة باتركاب الجميلة. واو، حسنا، انطلقي. واو، انظروا إلى هذا الحيوان، ما نوع هذا الحيوان؟ هذا هو الشيهم المتوج الهندي. واو، انظروا إلى أشواكه، هل هذه أشواك؟ الأشواك الكبيرة موجودة لتجعله يبدو مخيفاً، لكن الخطيرة منها أسفل ذيله. واو، حسناً، بالأسفل. واو، وما الذي تفعله الآن؟ إنه يستمتع ببعض الوجبات، إنه يحب الكثير من النباتات، لدينا البسكويت واليام والتفاحة أيضاً اليوم. هذا يبدو لذيذاً جداً. لنلقي نظرة أقرب على الشيهم. واو، لا يجب أن تلمسوا هذا الحيوان من ذيله. واو، انظروا إلى هذا، المكان التالي رائع جدا. واو، هل تسمعون هذا؟ كل تلك الأشياء تعمل بجد للحفاظ على ذلك المكان ليبدو تماماً كالمحيط. تعالوا. واو، انظروا إليها. واو، هناك العديد من المرشحات والأشياء الأخرى، هذا رائع. حسناً، تعالوا إلى هنا، دعوني أريكم ما الذي يفعله. أجل، هذا هو خليج سمك الرقيطة، وهم يقومون بتدريب سمك الرقيطة للقيام ببعض الحيل. إذا أتيتم إلى هذه الحديقة يمكنكم استخدام أيديكم للمس سمك الرقيطة على ظهورهم، إنهم يسمحون لي بالدخول. أنا متحمس جدا. حسنا، أولا علي أن أخلع حذائي. حذاء واحد. واو، حذاءان. حسنا، لنضع هذه هنا وأخلع الجوارب أيضا لأنني سوف أرتدي هذا. واو، إنها الجوارب المائية أو الأحذية المائية. حسناً، لنرتديهما. حسناً، حسناً. أنا مستعد، ها أنا ذا. عليكم دخول الحوض بلطف وهدوء حتى لا تخيفوا الأسماك. واو، المياه لطيفة وباردة. حسناً. واو. مرحباً. مرحباً. كيف حالك؟ بخير، وأنت؟ بخير، ما اسمك؟ اسمي ماري وهذه تشيلسي، نعمل هنا في حديقة فينيكس للحيوانات. واو، ما الذي تفعلانه الآن؟ الآن نقدم وجبة الإفطار لأسماك الرقيطة ونقوم بفحصها للتأكد من أنهم بصحة جيدة وسعداء هذا الصباح. يبدو هذا ممتعاً، هل أساعد؟ طبعاً، أترغب في إطعام البعض؟ أجل، لنطعم الرقيطة. حسناً، انظروا إليهم. يمكنك أن تأخذ الجمبري وسمك الهف، فلتأخذ بعضاً منهم وتضعهم في يدك. حسناً، انظروا إلى الطعام. واو، يبدو لذيذاً جداً. حسناً، أضعه في يدي. أمسكه مثل مخروط الآيس كريم. حسناً، أحب الآيس كريم. حسناً، هكذا. ضعه بلطف وعمق في الماء، سوف يسبحون من فوق يدك وسوف يمتصونه من يدك كالمكنسة. حسناً، حسناً، ها أنتم ذا. واو. واو، 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 انظروا إلى هذا، إنها سمكة لما تسبح عند قدميك. واو. حسناً،
هل أذهب أعمق في الماء؟ لنرى ما الذي يمكننا فعله. هيا يا أصدقاء. أوه، فعلتها. انظروا، لقد اختفى الطعام. امتصوه مباشرة من يدي. هل أعيدها؟ بالطبع، تفضل. أوه، شكراً. لقد امتصوا الطعام مباشرة من يدي. الأمر يشبه وضع مكنسة كهربائية على يديك، ثم تقوم المكنسة بامتصاص أيديكم. هذا ما ستشعرون به عندما يمتصون الطعام من أيديكم. واو! هذه السمكة سبحت بين ساقي. واو! انظروا إليها. لقد بدأوا بالاعتياد عليك، فهم يشعرون بهويتك من خلال ضربات قلبك. إنهم يدركون أنك لن تؤذيهم، ولذلك فهم يقتربون. واو. أكثر، لأنهم يشعرون بالراحة معك. انظروا إليهم. مرحباً. واو! 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 هذا أخافني. ماذا حدث هناك؟ لقد تحمسوا بعض الشيء. حسناً، متحمسون وليسوا خائفين؟ أجل. حسناً، لأنني خفت قليلاً. لكن لا بأس، إنها أسماك لطيفة جداً. واو! 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 ها هم مجدداً. انظروا كم أنا مبلل. حسناً، لنطعم المزيد. مرحباً، انظروا إلى كل هذه الأسماك. واو! حسناً، إلى اللقاء أيتها الرقيطة. والآن سنركب الجمل. استمتع يا بليبي. شكراً، إلى اللقاء. انظروا، الجزء العلوي من الجمل. هل ترون السنام؟ سأقوم بالركوب عليه. واو! الآن أنا راكب على الجمل. حسناً، ها نحن ذا. انظروا لهذا. وي! واو! مرحباً! انظروا، أنا جالس على سنام الجمل. واو! هذا جمل لطيف. هذا الجمل هو الجمل العربي. المكان مرتفع هنا. واو! أنا أستمتع جداً. وي! مرحباً! واو! انظروا، هل ترون سنام الجمل؟ إنه يخزن الطعام هناك، ويمكنه قضاء حوالي 7 أشهر دون تناول الطعام، أو 3 إلى 4 أسابيع دون شرب الماء. هذا مثير للإعجاب. واو! وي! واو! واو! لديه أرجل طويلة جداً، ولديه 4 أرجل، وأنتم وأنا لدينا 2. واو! حسناً، هذا ممتع جداً. واو! كان هذا رائعاً، شكراً جزيلاً لك. على الرحب، رائع. حسناً، لنرى الحيوانات الأخرى. أوه، الآن نحن وراء الكواليس من معرض أريزونا الأصلي. أوه، انظروا إلى هذا، انظروا، بعض الأدوات. مهلاً، ما هذا؟ تبدو مثل عصا الجولف. لكن هل ترون الخطاف؟ إنه يستخدم للتعامل مع أنواع معينة من الزواحف مثل الثعابين. حسناً، أنا لن أستخدمه لأنني لست مدرباً محترفاً. أوه، انظروا إلى هذا. واو، أحواض السمك. الأسماك في الجهة الأخرى، نحن في الكواليس. واو، انظروا إلى هذه الغرفة. واو، هذا هو صندوق، وهنا تعيش الثعابين. لنقرأ نوعها. الأفعى المجلجلة. سامة؟ أوه، حسناً، لا أعتقد أنني سأتعامل معها لأنني كما قلت لست مدرباً محترفاً. لنجد ثعباناً يمكنني التعامل معه.
واو، هذه الغرفة رائعة. واو، هناك العديد من الأقفاص هنا. واو، ما هذا؟ هذه هي بقايا جلود الأفاعي. واو، كل الثعابين تجدد جلدها كل شهرين. انظروا إليها، وجميعها قطعة واحدة. انظروا، ألا تبدو هذه كثعبان؟ أجل، هذا رائع جداً. حسناً حسناً، سأضع هذه هنا. حسناً، يبدو هذا كثعبان يمكنني التعامل معه. أنا أحمل ثعباناً. واو، انظروا إلى ألوان هذا الثعبان. إنه برتقالي وأبيض وأسود. واو، كنت أخاف من الثعابين عندما كنت طفلاً، الآن لم أعد كذلك. لكن هناك بعض الثعابين التي لا يجب عليكم التعامل معها، لذا إذا رأيتم ثعباناً في البرية لدواعي الأمان لا تجربوا أن تحملوه هكذا. حسناً، انظروا إليه. واو، هل أنت مستمتع أيها الثعبان؟ وي، مرحباً مرحباً. واو، انظروا إليه. واو، إنه مفتون جداً بالكاميرا. واو، واو، هذا رائع. نحن خلف الكواليس في منطقة زواحف أخرى. واو، هناك العديد من الخزانات هنا والعديد من الحيوانات الفريدة. واو، مرحبا. واو، انظروا هنا. أو مهلا، هناك أحد هنا، تعالوا. واو، مرحبا، ماذا تفعل؟ أتفقد إحدى الصحالي ذات القرون، هل تريد حملها؟ أجل، سحلية ذات قرون، هذا رائع. حسنا، أمسكها هكذا. حسنا، شكرا لك. واو، انظروا، هذه سحلية ذات قرون. انظروا إلى قرونها. واو، إنها لطيفة. واو، ومستمتعة بوقتها. حسناً، شكراً جزيلاً لك. من دواعي سروري. حسناً، ها أنت ذا. كان هذا رائعاً، عمل جيد، هيا بنا. انظروا، زرافة طويلة. واو، إنها بطولي. أو مرحبا. واو، هذا أسد. أوه، فيل. واو، انظروا. هذه غوريلا. واو، مهلا. وبعض الثعابين. أجل، حملت ثعبانا للتو. واو، أليس هذا رائعا؟ واو. واو، هناك العديد من الأشياء الرائعة هنا. حسنا، اتبعوني. أو هناك أيضا ديناصور، تيراناسوراس ريكس، مدهش. حسنا، كان من الممتع جدا التعرف على الحيوانات في حديقة الحيوانات معكم. هذه نهاية هذا الفيديو. إن كنتم تريدون متابعة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل تتهجون اسمي معي؟ حسنا، باء لام ياء، باء ياء، بلابي. أحسنتم. حسنا، إلى اللقاء.